نحن سعداء في مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في هذا اليوم، ونحن نحتفي الحقيقة مع العالم أجمع باليوم الدولي أو اليوم العالمي للتسامح. نحن لا نحتفي بمفردنا، معنا هيئة كبار العلماء، معنا هيئة حقوق الإنسان، معنا مشروع سلام التواصل الحضاري، معنا وزارة التربية والتعليم، وبالتالي وعدد إضافة لعدد كبير من المشاركين بالحضور وبالمداخلات للهدف الحقيقي هو التذكير بذلك اليوم، وإلا فإننا نحن مع التسامح دائما ونعيش كما يفترض أن يكون حالة من التسامح. التسامح يعني قبول الآخر، التسامح يعني استقبال الثقافات الأخرى، التسامح يعني التعايش الحقيقة، فهي فضيلة كبرى يجب أن نحرص جميعا عليها وما ينبت منها من كثير من القيم.